عزيزي المشاهد، مرحبا بك في برنامج المسيح الذي لم أعرفه. بنتناول في حلقات هذا البرنامج بعض الموضوعات الخاصة بلاهوت الرب يسوع. عنوان الحلقة اللي هنتكلم فيها المرة دي المسيح المحيي. احنا عارفين ان الله عنده قدرة على إحياء النفوس وعلى إقامة الأجساد من الموت، فهل كان للمسيح نفس القدرة على الإحياء والإقامة من بين الأموات ولا لا؟ ولو قدر فعلا المسيح انه يحيي اموات، ايه الدرس اللي نقدر نطلع بيه من وراء هذا الموضوع؟ عزيزي المشاهد، من خلال الكلام اللي بنتكلمه احنا بنجاوب على اخطر واهم سؤال بيستخدمه الشيطان في زعزعة نفوس كثيرة وفي محاولة طمس الحقائق الخاصة بالمسيحية كلها، وهو السؤال الخاص بمين هو المسيح؟ هل هو انسان فقط ام هو الله الظاهر في الجسد؟ معانا ضيف الحلقة، مرحب بيه دكتور حليم حسب الله. أهلا بحضرتك. ومعانا اثنين من الضيوف بيشاركونا الأسئلة، جوزيف أهلا بيك، وأندرو أهلا بيك. أهلا بحضرتك دكتور حليم. الله هو القادر من البداية على الخلق، وبعد كده لو الحاجة ماتت، في حوادث كثيرة في العهد القديم بتقول أن الله يقدر على الإقامة من بين الأموات. استخدم اثنين من أنبيائه في العهد القديم زي ما احنا عارفين في إقامة الموتى. لكن السؤال للمسيح، هل كان له ذات القدرة على الإقامة من بين الأموات ولا لا؟ أنا عاوز بس أوضح الفكرة أكتر في عن الله. زي ما احنا عارفين إن الله حي في ذاته، ولكون حي في ذاته فهو المحيي، أو بمعنى آخر يمنح الحياة، لأنه هو الحياة بذاتها. وهناك فارق ما بين شيئين، شخص حياة في ذاته وشخص منحت له الحياة. احنا منحنا حياة، يقول في سفر ايوب منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. فالحياة منحة من الرب لينا، وحفظ الحياة هي ايضا منحة من الرب. لكن الله هو الحياة بذاتها، ولذلك يمنح الحياة. جاء عن الرب يسوع المسيح له كل المجد في انجيل يوحنا والاصحاح الاول، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. فيه كانت الحياة، ده نفس التعبير يتقال عن الله بالضبط كده. تمام، فيه كانت الحياة. ولما اتكلم عن نفسه قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وكمان لما اتكلم عن القيامة قال أنا هو القيامة والحياة. لا أكتر من كده، كمان يوحنا الحبيب قال عنه في الرسالة الأولى أصحاح 5، يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. حياة من صنف تاني بقى، حياة مش خالدة، لا، الحياة بذاتها. عشان كده مش محيي فقط لكنه هو الحياة. هذا ما قيل عن المسيح، وفي ذات الوقت قيل عن الله. يعني في سفر صموئيل الأول تقول له أم صموئيل لما وعدت بولادة صموئيل وتأكدت أن صموئيل جاي، قالت يميت ويحيي، له الحق أن يميت وله السلطان والحق أن يحيي. دي سلطان الله وقدرته على أن يحيي وأن يميت. القضية ما فيش اتنين تلاتة يختلفوا مع بعض عن أن الله له هذا الشيء طبعا، أن يحيي ويميت وهو الحياة. لكن فين المشكلة عند البشر؟ المشكلة في أن واحد تجسد مش على الأرض، كان إنسان زينا، أكل وشرب، عطش ونام وقام، تعب وبكى، لكن في نفس الوقت بيقولوا عنه ان هو الله. يعني مين اللي قال؟ انتوا اللي بتقولوا، احنا ما قلناش. ده هو اللي قال واحنا صدقنا بالاعلان، زائد الاعلان ثبت بالدليل القاطع على انه هو الذي يحيي وهو الذي يموت، فبيدي الحياة الطبيعية، ونقدر نشوفها في المعجزات اللي صنعها في الحياة الطبيعية. عندي ثلاثة أموات وأقامهم المسيح. طبعا حضرتك في مقدمة البرنامج انت قلت عبارة رائعة أنا واخد بالي منها، ان في العهد القديم الله استخدم في إقامة موتى. يعني مثلا استخدم إليشع في إقامة ابن الشنومية، استخدم إيليا في إقامة ابن الأرملة. ده كلام مظبوط، بس السؤال، هل إيليا قال لابن أرملة صرفة صيدون لك أقول قم أنا إلي؟ طاقم صلى، استحالة. لكن ده صرخ وقال له يا رب إلهي
هل إلى هذه الأمرأة أشئت إليها بمجيئي؟ يعني بيتوسل إلى الله، فالله أقام الميت. إذن اللي أقامه مش إليه، لكن أقامه الله من خلال استخدامه لإليه. نفس الكلام مع إليشع، نفس الكلام في كل المعجزات اللي صنعت في العهد القديم، صنعت بقوة الله مش بسلطانهم هم الشخصي. بالضبط كده. لكن في العهد الجديد بقى، تعال نشوف أول ميتة ابنة يايروس. الراجل أبوها رئيس مجمع يهودي، لنفعها رئيس المجمع السلطة الدينية، ولا نفع الناموس والوعظ بتاع أبوها، ماتت. هو جاي لها على أساس أني يا معلم ابنة الصغيرة على آخر نسمة ليتك تأتي فتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. يعجبنا أو الراجل ده لتشفى فتحيا، كأنه بيقول له الموت مضمون بس تعال اشفها لها عشان تحيا. وهو بيقول الكلمة دي، هي واحدة دخلت في الازدحام عطلت المسيح، نزفت الدم خليته اتأخر. وصل شيوخ المدينة وقالوا له بقى ما تتعبش، لا تتعب المعلم، ابنتك ماتت خلاص ما فيش فايدة. فكان كل فكرهم هو قادر على الشفاء، لكن الحياة لا سلطان لأحد غير الله، فهو الذي يميت وهو الذي يحيي. قال له يسوع آمن فقط فهي تحيا، ما تخافش. أول ما وصل لهم بيبكوا وضجوا وزمروا وحالهم بالويل، قال لهم لم تموت الصبية لكنها نائمة. بيني ما بينك كلام فوق العقل، احنا متأكدين انها ماتت، لكن بالنسبة له هو لأنه المحيي الموت لا يزيد عن أنه نوم. ولذلك أخذ أبا الصبية وأمها، دخل إلى حيث كانت الصبية مضطجعة، بص عليها وهي نايمة على السرير، لا صلى ولا ركع جنب السرير ولا قال يا رب إلهي ولا الكلام ده اللي بنقراه كله على الأنبياء، لكن نظر إليها وقال طليسة قومي. واخد بالك؟ حتى أنا بتخيله قالها بصوت رقيق وهادي، لا صرخ ولا لطه، طليسة. ومرقس باين يقول انه امسك بايدها ده بعدين. يعني طليسة لك اقول قومي، انا عايز بس الطلب، لك انا يسوع اقول قومي. مش قومي باذن الله، لكن انا اللي بقول لك قومي. وبعد راح مسك ايدها قامت ومشيت اعطوها لتاكل. واخد بالك؟ سلطان مطلق. طيب بس برضو يعني ما بتقعد يعني كتر قوي، بس برضو يعني يمكن ما كانتش نايمه مغمى عليها السرير. واخد بالك؟ على السرير وكده ولسه. يعني اللي كانوا بيصرخوا يلطموا كانوا كدابين، ده ضحكوا على الرب وقالوا له ده احنا متاكدين من موتها 100%. ما علينا. طب واللي مات ومحمول على الاكتاف ده اصعب بقى، واخدينه رايحين به للقبر، وقف لهم على الباب، هيطلعوا بيه خارج الاسوار بتاعت المدينه. ابن ارمله نايين. بالظبط، ابن ارمله نايين. يقول الكتاب لمس النعش، ادي اول حاجه، وقف الحاملون ما يتحركوا يمشوا. لما عندنا في القرى البسيطة لما حد يكون شايلينه فالحاملينه ممكن يعملوا حركة يقفوا وحاول ما يمشوش، يقول لك خلاص مع السلامة احنا وراك كلنا اشهدنا لك. يا عم شدتين له ايه؟ اللي يقول لك اذنبه تقيلة، واللي يقول لك اصله مش هين عليه، كلام البشر. طب دول هم وقفوا ليه؟ اذنبه تقيلة ولا شدنا لك؟ لكن الرب قبل ما يقوم وقفهم، هم ثبتهم في مكانهم، لأن مانح الحياة وصل، القاهر للموت وصل، ثبت الأحياء قبل أن يقيم الميت. بالضبط كده. فوقف الحاملون نظر إلى النعش وقالوا أيها الشاب لك أقول. تيجي تعبير حلو يقول لك فجلس الميت دفعه إلى مخد ابن كرة واحد. إيه ده السلطان الرهيب ده؟ لا أقول لك أصعب منها بقى. لعازر مات، كان ممكن الرب يروح يشفيه، لكن قال هذا المرض ليس للموت بل لمجد الله، ليتمجد به ابن الله، ليعلن لهوته. طيب تعال نبص في المعجزة ببساطة، كان ممكن يروح في أول يوم مات فيه، لكن ما راحش في أول يوم ولا تاني يوم ولا تالت يوم، راح في اليوم الرابع. ليه؟ طبعا كلمة أربعة أيام دي هي لها أشياء كتير، بس أنا أقول الحاجات البسيطة. دول جايين وارثين من مصر التعاليم الغريبة، وداخل الوثنية مغلغلة في كيانهم، ممكن الروح ترجع، ان الروح في لازم تجسد لليوم الثالث. يبقى لو قاموا في اليوم الثالث يقولوا له ايه؟ ما هي كانت اصلا هيك جايه، ما الانسان ما يبطلش بسبسه. فراح في اليوم الرابع على اساس ده هم فكروا انها انصرفت. راح في اليوم الرابع، فاخت الميت بتقول له كلمه، يا سيد قد انت عارف اقولها لك باللغه العاميه، يعني احنا بنحبك كتير وما نحبلكش الاحراج. مات مش مشكله، لكن روحك. انت بالذات ما نحبش احراجك. معلش الموضوع خلص فوق الامكانيه. معلش قد انتن، لان له اربعه ايام.
ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ وبعدين قال لهم ارفعوا الحجر، ارفعوا الحجر يتأكدوا إن الميت ريحته طالعة. القصة هنا مش قصة إحياء يا إسحاق، ده القصة هنا لو فكرت فيها أكثر من إحياء. يعني ابنة يايروس الروح رجعت للجسد، شاب ابن الأرملة الروح رجعت للجسد، لكن ده قد أنتن، ده عاوز خلق جديد لخلايا المخ، عاوز خلق جديد لأحشاء اتحللت وتعفنت وعضلات اترهلت. يبقى متقوليش مسألة إحياء، لكن مسألة خلق قبل الإحياء. خلق وإحياء، ومين يخلق ويحيي غير واحد كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ارفعوا الحجر وتأكدوا أن اللي في القبر نتن وجسد وتحلل ومحتاج لخلق جديد. ارفعوا الحجر، اتأكدوا من هذا الأمر. رفعوا الحجر، كل اللي عمله لعازر هلوم خارجا، غريبة قوي. طب قول أيها أنت قلت أيها الصبية، ده باسمه، والتاني أيها الشاب. طب قول له، طب أنت كمان قوم يا ميت. عجبني ولد لما كنت بدي مدارس على أحد، بقول إيه، بقول ليه الرب يسوع نداه قال له لعازر؟ ما كان ممكن يقول له أيها الميت. فولد قال عن إذنك أستاذ تفضل، قال لي لو قال أيها الميت كان كله طلع من القبور. بجبانة مليانة بقى يعني. فعجبت فعلا هو كده، لكن هو عاوز يقوم كم واحد لعازر هلم خير ويعملها بعد كده. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات حلو ودعوه يذهب، فخلق ومنح الحياة. تعال نطلع لقدام شوية بقى، قريب أو هيجي، هيجي المؤمنين اللي رقدوا أرواحهم في الفردوس وأنفسهم لكن أجسادهم راحت التراب، هيعمل إيه فيهم لما يجي؟ الأموات في المسيح يقومون. مين اللي هيقومهم؟ مين اللي هيحييهم؟ هو في الاختطاف يحيي كل المؤمنين وغير الأحياء. في دينونة الأشرار، مين اللي يقيم الموت ويقف قدامه؟ هو. إذن كمان هيباشر سلطانه في منح الحياة في إقامة الراقدين كانوا مؤمنين للاختطاف أو للأشرار في القضاء. ما بين الاثنين خلينا أول حاجة تانية، هو نفسه مات، هو نفسه مات، مات لأجل خطايانا، وأنه دفن في اليوم التالي قام. مين أقامه؟ ده السؤال الغريب، أنك تلاقي حاجة جميلة، الآب أقامه. ودي أحيانا كتير، ويمكن ده يتوجه سؤال من الأسئلة بس أنا جاوبته أديني، الآب أقامه ليه؟ لأن الابن مات لأجلنا قدام عدالة الله، دفع الحساب ووفاها تماما، فلازم يقوم. دليل على رضا الآب بهذا العمل أقامه، لكن في نفس الوقت الروح القدس أقامه. لكن كمان حاجة ثالثة، أقام نفسه، انقضوا هذا الهيكل، كان يتكلم عن جسده، وأنا في ثلاثة أيام أقيم. كتب لك لي سلطان أن أضحى ولي سلطان أن أخذها، فأنا هموت. وضع نفسه للموت وهو أقام نفسه. يبقى إذن الآب أقامه، الروح القدس أقامه، هو أقام نفسه. إن لم يكن المسيح هو الله كيف يعمل هذا؟ ده من ناحية. أما من الناحية الثانية بوجه السرعة، في موت بالذنوب والخطايا، إحنا نعتبر أموات بالذنوب والخطايا، من يمنح الحياة الجديدة؟ هو. عشان كده سم في نوعين من الخلق، الخليقة القديمة اتخلقت وتصنعت من شيء مادي أو من التراب خلق الإنسان، لكن الخليقة الجديدة في المسيح يسوع خلق كيان جديد في داخل الإنسان، ده يجريه المسيح. إذن المسيح مانح الحياة الطبيعية، والمسيح مانح الحياة الأبدية. المسيح يباشر هذا العمل من خلال أنه المحيي المحيي المحيي، فهو الله بذاته. متشكر خالص على الإيضاح الرائع والجميل ده. عزيزي المشاهد، المسيح أقام الموتى. الحديث واضح جدا أن المسيح كان عنده سلطان على الموتى وهو المحيي، وده يدلل ويؤكد بصورة واضحة جدا أنه هو الله فعلا. هنخرج فاصل صغير جدا وهنرجع بعد الفاصل عشان معانا أسئلة مع الضيوف بتوعنا، فانتظرنا وابقى معنا. عزيزي المشاهد، رجعنا بعد الفاصل مرة ثانية بنناقش موضوع مهم جدا، سلطان المسيح على الموت أو المسيح المحيي. دكتور حليم قدم لنا تأكيدات واضحة جدا من خلال حوادث كثيرة أن المسيح قدر أنه يقوم الأموات، كما أن الله بذاته هو اللي قدر كمان في العهد القديم أنه يقوم الأموات. دلوقتي جه وقت الأسئلة ومعانا ضيوف الحلقة، وهنبتدي معهم الأسئلة. هنبتدي مع أندرو، أقول لك السؤال الموجود عندك توجهه للدكتور حليم، اتفضل. حضرتك ذكرت ان المسيح ليه سلطان على الموت وهو المحيي،
ولكن هو مات، تمام؟ صحيح. لماذا تذوق المسيح الموت؟ وهل اللي حصل الموت ده كان عبارة عن تمثيلية ما بين الله الآب والله الابن؟ نسمع توضيح من حضرتك. لو علقت تعليق بسيط يا أخ أندرو ما تزعلش مني، يعني قلبك متسع. اتفضل. هي مشكلة عصر، مشكلة جيل، إن أحيانا كتير بتطلع مننا ألفاظ بتبقى صعبة كتير. لو إحنا فكرنا فيها، أنت وعدتني ما تزعلش. لا مش هنقولها. طيب لو فكرنا فيها مش هنقولها. لما بقول تمثيلية بين الأب والابن، أنا لا أقصد أنت طبعا، لكن أنا عارف كتار من الشباب، لأن احتكاكي بالشباب كتير قوي، وكتير يقول لك دي تمثيلية، ربنا بيعمل تمثيلية. يعني أنا عاوز أقول للشباب بصفة خاصة، نتعقل ونفكر صح، وما ننساش إن الله فوق الجميع. مش بنتعامل مع واحد الند بالند والشخص بالشخص. ينبغي، إذا كانوا الملائكة ما بيقدروش يتطلعوا إلى الله في قداسته، فمن هو الإنسان الحقير اللي زيي علشان يقدر يقول كلمة وينطق كلمة؟ وما ننساش إن كمان في يهوذا يقول إن المسيح سيدين الناس على الكلمات الصعبة اللي نطق بها أناس فجار أشرار. عشان كده يعني منهم التمثيلية دي برضو الكلمات الصعبة. معلش أنا أشكرك لأنك قلتها، لأن دي اللغة العامة. عشان كده نفسي إننا ناخد بالنا في ألفاظنا في حكاية إن تمثيلية وتشبيه، واخد بالك؟ لا، خلينا نتكلم، ومن حقنا نسأل، من حقنا نسأل، من حقنا نتفاهم، ومن حقنا نقول، نراعي الألفاظ، لكن نراعي الألفاظ، لأن أحيانا إحنا كشباب بنقول بعض العبارات اللي لا تليق بكرامة الله نفسه. نرجع للسؤال نفسه، ذاق المسيح الموت؟ حلو. طب هل المسيح المحي كان لازم يموت؟ أقول لك آه، بس خد بالك من حاجتين. من هو المسيح؟ في فرق كبير يا أخ أندرو بين حاجتين، لما أقول من هو الله ولما أقول من هو المسيح. ودايما أركز في التعليم على هذا الأمر في معرفة الله. والحقيقة إحنا عايزين نتعلم وندرس كلنا تلاميذ مدرسة ربنا نعرف الكلام ده. لما أقول من هو الله، لو قلت الله هو الآب وسكت أنا غلطان كده، الله أحادي ما يبقاش عائل. لو قلت الله هو الابن وسكت غلط. لو قلت الله هو الروح القدس وسكت غلط. لكن لما أقول من هو الله، الله بحسب الإعلان هو الآب والابن والروح القدس. دايما بعملها كرسم، لو أنا الله كتبتها كده وعملت دائرة، من هو الله؟ أدي سهم الآب، سؤال الابن، ودي شرطة تانية الروح القدس. يبقى الله هو الآب والابن والروح القدس. في الروح القدس هو روح الآب، روح القدس هو روح الابن. عشان كده واحد في واحد في واحد يساوي واحد. لا إله إلا الله، بس الله الواحد جامع مثلث الأقانيم. لكن لو أنا خدت الأسهم عكسية، من هو الآب؟ هطلع الفوق هو الله. من هو الإب؟ هو الله. من هو الروح القدس؟ هو الله. لكن من هو الله؟ هو الآب والإب والروح القدس. إذن الآب هو الله كالإبن تماما، هو الله كالروح. الروح القدس هو الله واحد مثلث الأقانيم. هنا بقى أنا أقول من هو الإب؟ خدت بالك إزاي؟ لا، أو أقولها بدقة اللفظ، من هو المسيح؟ من هو يسوع المسيح؟ مين هو؟ خد بالك لما بقول يسوع، ده الاسم الإنساني، تدعو اسمه يسوع. إذن أقدر أقول يسوع هو الأول. أنا قلت من هو الله، قلت الآب والابن والروح القدس. لما قلت من هو الآب، هو مين؟ هو الله. من هو الإب؟ هو الله. الإبن اللي هو الله تجسد وصار جسدا، الكلمة صار جسدا، الله ظهر فين؟ في الجسد. يبقى إذن من هو المسيح؟ أخذ الاثنين مع بعض، ما أقدرش أخذ في واحدة. الله وتاني كمان وإنسان. يعني خليني أبعد عن الألفاظ اللي تعودنا عليها كمسيحيين، الله وإنسان. طب الله كم في المية؟ 100%. 100%. طب وإنسان؟ 100%. يبقى المسيح مش 50% من الله وخمسين في... لا، هو الله بمعنى الكلمة وهو إنسان بمعنى الكلمة. كل الخصائص الإنسانية كشفها لنا في حياته وتأكد لنا أنه هو إنسان، وكمان كل الصفات والخصائص والأسماء الإلهية كانت واضحة فيه، وبالتالي عرفناه هو مين؟ الله. هو الله. حلو، لماذا صار المسيح إنسانا؟ لأنه بحب الإنسان، لأنه عاوز يفدي الإنسان، عاوز يخلص الإنسان. طب والإنسان ماله؟ أجرة الخطية هي إيه؟ موت. يبقى الإنسان يموت، ينفصل عن الله أبديا. إذا وجد الفادي البديل، الوسيط البديل اللي يموت بدل الإنسان، من حقه بعد كده يحيي الإنسان. الرسول بولس في كورنثس الثانية الأصحاح الخامس عدد
14 و15 قال حسبة. ايه الحسبة؟ قال نحسب هذا، ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذن ماتوا. وبعدين يقول ايه؟ وهو مات. يعني القانون الانساني العرفي بيعتبر اذا كان واحد كفر مات لاجل مجموعه تعتبر المجموعه كلها نفذ فيها الحكم من خلال الواحد اللي مات بدله. تمام. الحكم صادر من الله على كل البشر. طب المسيح جه مات لاجل مين؟ مات لاجل خطايانا، يبقى اذا مات لاجل الكل. نحسب هذا، ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا، وهو قد ذاق بنعمه الله الموت لاجل كل شيء، مش عشان خاطر نفسه. باقي الايه ذاق الموت بنعمه الله لاجل كل واحد او لاجل كل شيء، لان كل شيء وقع تحت الموت بسقوط الانسان. عشان كده وهو مات لاجل الجميع كي يعيش اللي حصلوا على الحياة الجديدة بالإيمان بشخصه من لحظة الإيمان، لا لأنفسهم بل للمسيح الذي مات لأجلهم وقام. دي حاجة. حاجة تانية، صحيح مات، مات ليه؟ هذا هو الإنجيل الذي بشرتكم به، الذي به تخلصون، فيه تقيمون، أن المسيح مات لأجل خطايانا. هذا سبب الموت، فإحنا اللي تسببنا. إن لم يمت المسيح فالحكم صدر عليه وعليك. فالمسيح مات لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. ودي روعة الإنجيل والخبر السار المفرح. أدي معنى العبارة ببساطة. لكن موت، موت زي موت اللي بنشوفه، موت الناس الطبيعي اللي هو انفصال الروح عن الجسد. أنا أشكرك كتير، لأن البعض برضو بيقول أغمى عليه. أنا برضو عاوز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. ألم تكن هناك تأكيدات قبل دفن الميت عن موته؟ في تأكيدات. سمعت طول عمرك ان واحد اغمى عليه راحوا كفنوه راحوا دفنوه؟ احيانا بيحصل، بس غلطه طبيه. غلطه طبيه. غلطه طبيه. اتقابلت مع واحده في استراليا قعدت في الثلاجه كذا يوم، وهم رايحين يعملوا التكفين لقوها بتتحرك، فتقول لي يا اخي حليم انا خايفه لالا ما اموتش وروح يدفنوني بعد اللي شفته ده. خدت بال حضرتك؟ وهي ما ماتتش. يعني واضح قوي، ممكن الاخطاء باينه، لكن دايما كقانون وكعرف انساني ينبغي التاكد من موت الشخص قبل دفنه. الرسول بولس لما اتكلم عن موت المسيح حط دليلين، ولما اتكلم عن قيامته حط دليلين. لما قال المسيح مات لاجل خطايانا اديني دليل، قال الدليل الاول نعم حسب الكتب، او ما هذا ما نصت عليه النبوات كلها في العهد القديم ان المسيح لازم يموت، على الأقل مزمور 22 أشعياء 53. يبقى إذن كما نص عليه العهد القديم من نبوات هكذا تممه المسيح حسب الكتب. طب اديني دليل تاني. قال وأنه دفن. ما كانش كان ممكن يقول خلاص حسب الكتب. قال لا، وأكبر دلالة على الموت أنه دفن. ومين اللي يقول الكلام ده؟ واحد يهودي متزمت متعصب كان ضد المسيح، اللي هو شاول الطرسوس اللي بولس الرسول. فاداني دليلين. لما جاي يتكلم عن القيامة برضو اداني دلائل. قال والمسيح قام في اليوم الثالث، اديني دليل. قال ما اقدرش اغير حسب الكتب برضه. طب والدليل الثاني؟ قال ظهر لكثيرين ببراهين، اظهر نفسه حيا ببراهين كثيره. فذكر الكتاب ظهورات متعدده للمسيح بعد قيامته، حوالي 12 ظهور، من ضمنهم ظهور ل 500 اخ. طبعا ايام الرسول بولس وكتابه الرساله يقول اكثرهم باق الى الان. يبقى اذا المسيح مات موت حرفي. خرجت، اسمع كده يقول ايه في اخر لحظاته على الصليب، يقول له ايه لما راى كل شيء قد كمل وقال قد اكمل، يقول لك ايه؟ نكس الراس اسلم الروح. يعني ايه اسلم الروح؟ اتفضل. تمام. لكن في اليوم الثالث تمام. الجسد الوحيد الذي لم يرى فسادا. تمام. جميله قوي. دليلين على الموت ودليلين على القيامه. دليلين على الموت انه حسب الكتب، والدليل الثاني انه دفن. دليلين على القيامه برضه حسب الكتب، وانه نعم. ظهورات حصلت بعد القيامه. نعم. نلحق بسرعه جدا. سؤال مع جوزيف، اتفضل. يعني حضراتكم حضرتك يا دكتور استخدمت اثبتت ان المسيح هو الله لان له سلطان على اقامه الاموات. نعم. يعني احنا بنشوف في العهد القديم ايليا اقام وإليشع اقام، وبنشوف في العهد الجديد ان بطرس في اعمال الرسل اقام طبيثه. يعني هنقول صلى، ماشي صلى. طب ما المسيح في يوحنا 11
أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي ولأنك في كل حين تسمع لي. لكن بلاقي كمان أقوى منها أن بولس الرسول في أعمال الرسل وأصحاح 20 لما أفتيخوس وقع من الطاقة ومات يقول حمل ميتا، فبولس ما صلاش، فنزل بولس في عدد 10 ووقع عليه واعتنقه قائلا لا تضطربوا لأن نفسه فيه وصعد. جوزيف شكرا على السؤال. نقسمها شوي. فهو عايز يقف قدام عبارة أنه قدام قبر العازر قال أشكرك أيها الآب، فكانه بيصلي زي ما صلى إلي وزي ما عمل قليش. خليني دي الحتة الأولانية فنجاوب عليها وبعد نبص على إفتيخوس بصة كده نقول مات ولا ما ماتش. خد بال حضرتك في معجزات لابد أن يظهر فيها اتحاد الأب والابن في وحدة واحدة، أنا والأب واحد. زي مثلا هقول لك زي مثلا الخبزات الخمسة اللي أشبع بها الجموع والسمكتين. تمام. قبل ما يقدم الجموع يقول الكتاب رفع وبارك، رفع عينيه نحو السماء وبارك الله، هنا شكر الله، خدت بالك؟ والمعجزة الثانية كمان اللي هي الإحياء، فالشيئين بركة الشيء والإحياء. ليه؟ لأن هنا اتحاد الأقانيم مهم جدا في هذه المعجزات، يعني فيها بيظهر اتحاده بالآب ومساواته له. زي إيه مثلا؟ خلينا نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس عبارة عن عدد 19. فأجاب يسوع وقال لهم الحق الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل. تمام. لأنه مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. الوحدة في العمل. وحدة في العمل. واضحة قوي. وحدة في العمل. لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله. وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم. لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. خلينا نوقف دي. يبقى الآب يحيي والاب يحيي. إذن عملية الإحياء لابد يكون مين؟ الآب والاب. حاجة تانية، إن العبارة اللي تفضل الأخ جوزيف وقالها ما يقولش كتاب صلى، ما فيش صلى. خلاص. في فرق بين إيليا يقول له يا رب إلهي أقم هذا الول أو لترجع نفسه إليه، وفي فرق بين إني بيرفع عينيه للسماء وقوله أحمدك أيها الآب لأنك سمعت لي ودائما تسمع لي، وبعدها مش صلاة. ما قالوش أيها الآب أقم الميت ليعلن مجدك أمام الناس، عرفتها دي؟ مجرد إن قاله أحمدك أيها الآب لأنك تسمع لي. هل نقتصر الصلاة على أنها طلبة؟ ما ينفعش أن شكر الله وحمده لأنه يسمع لنا أنها صلاة؟ لا اطلاقا، ده عملية اتحاد واضح، او يعني الامور واضحة قوي في الحديث مع الاب، لان الوحدة في الاحياء، الاب يحيي والابن يحيي، ولذلك الحياة تعطى من الله الاب والابن معا، عشان كده يحمد الاب وفي نفس الوقت اي العازر هلما خارجا فخرج الميت. وخد بالك من حاجة قالها ساعة المرض، هذا المرض ليس للموت بل هو لمجد الله، وبعدين يقول ايه؟ لكي يتمجد فيه ابن الله. يبقى مجد الله ومجد ابن الله لازم يعلم في هذا الأمر، عشان كده كان لازم يظهر الوحدة في بعض المعجزات زي إشباع الجموع وزي إحياء العازر. لو هو بيصلي في الإحياء كان يصلي في كل حالة، ما صلاش ليه عند إقامة الشاب، ما صلاش ليه في بيت ييروس، لكن لا أقول قم، أقول لك قومي، لكن هنا بقى معجزة فيها إحياء وخلق الاثنين. وكما أن الآب يخلق هكذا الابن يخلق، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. الابن يحيي والآب يحيي، عشان كده دي لازم يبقى فيها وضوح في اتحاد الأقانيم. أنا عايز بس أقول للدكتور إن هو في نفس، أظن نفس الطبعة الكتاب اللي عند حضرتك نفس طبعتي، العنوان مكتوب إقامة أفتيخوس من الموت، حتى لما المسيح قال إنها نائمة بولس بيقول ما تقلقوش ده نفسه فيه، يعني ده قام خلاص ده بيقوم. فلما نحطهاش الطبعة اللي موجودة معاك الجديدة مكتوب إقامة أفتيخوس من الموت. ده العنوان ده وحي؟ ما احنا كويس، ده حاجة لازم نقولها. أنا يعني كويس، بس الإعلان لا نلتزم بهذه العناوين. العناوين دي وحي؟ ممكن تكون مش مظبوطة. بالظبط، في عناوين كتير مش مظبوطة. تمام. عناوين وضعوها البشر لتسهيل الدرس، فأنا ما باخدش بالعنوان وأقول قالوا، أنا على عينه على راسي. مش هتقول إن أفتيخوس مات وقع من الطابق الثالث وبعديها يقول إيه؟ حمل ميتا. وحمل إيه؟ ميتا. ميتا، خلاص. لما مش ممكن أنا أقول على واحد مغمى وقع عليها أو حمل ميتا؟ الحاجة الثانية،
بولس الرسول مش كان بيستخدم اسم يسوع في صنع المعجزات، اخراج شياطين وشفاء مرضى؟ بولس اللي كان بيشفي، ولا الرب يسوع مستخدما بولس؟ مستخدما بولس. تمام. الذي استخدم بولس في صنع المعجزات وشفاء المرضى، لماذا لا يحيي من خلال بولس زي ما عمل واستخدم بطرس الرسول في احياء الصبيه اللي ماتت اللي هي غزاله، واستخدم اليشع وايليا، لماذا لا يستخدم بولس عمليه الاحياء؟ المشكله فين او المهم فين؟ ان بولس لم يحيي الميت باسم بولس، لكن بولس احيا الميت باسم يسوع. دي حاجه. حتى بولس نفسه يقول لم تعتمدوا باسم بولس ولم تبشروا باسم بولس، لكن اكرز بالمسيح. ده موضوع رساله بولس الرسول. متشكرين خالص يا دكتور حليم، متشكرين للشباب والاسئله الجميله. كلمه عن المسيح الذي يحيي الموتى بالذنوب والخطايا. انا اخذت حياه هي حياه الطبيعيه، حياه ادم كانسان عايش على الارض. هذه الحياه تؤهلني للعيش على الارض فتره زمنيه محدوده. انا محتاج الى حياه من صنف ثاني تؤهلني للعيش مع الله الى ابد الابدين. هذه الحياه القديمه او الحياه الممنوحه لي من الله هي منحه من الله لي، الحياه الطبيعيه. كمان الحياه الجديده او حياه الابديه منحه تعطى لكل من يؤمن بالرب يسوع المسيح. الحق الحق اقول لكم، ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله امر مؤكد، فله حياه ابديه ولا ياتي الى دينونه، بل قد انتقل من الموت الى الحياه. اذا المسيح يعطي الحياه الابديه. عشان كده نرجع ونقول لا حياه لنا بدون المسيح. لا حياه لنا باعمالنا، ولا حياه لنا باصوامنا، وما يعمله الانسان فله الحق ان ياخذ اجر، والله لا يبيت مديون لاحد، وكل اللي يعمل لا يحسب له على سبيل نعمه بل على سبيل دين، والله ما يبقاش مديون للانسان المخلوق. لكن الحياه الابديه تعطى هبه مجانيه من الله. اجره الخطيه هي موت، اما هبه الله فهي حياه ابديه. بس لما اقول فهي حياه ابديه واسكت، بيني ما بينك لا حياه ابديه ولا نعرف سكتها، لازم الايه تتقال كامله. زي واحد بيقول اذا لا شيء من الدينونه الان، ازاي لازم نكملها على الذين هم في المسيح يسوع، مش اي حد، الذين هم في المسيح. اجره الخطيه هي موت، اما هبه الله فهي حياه ابديه. كملها لي بالمسيح يسوع ربنا. اذا الحياه الابديه بالمسيح. هاجي للمسيح، اعترف بخطاياي، هاخد الحياه، هقبل عمل صليبه، هاخد الحياه منحه منه وهو يسر باعطائه اياها. عشان كده كل اللي اقدر اقوله لاحبائنا المشاهدين، هيا اليه فهو يعطي الحياه مجانا. شكرين خالص يا دكتور حليم. عزيزي المشاهد، بنختم وبننهي الحلقه الجميله جدا، المسيح المحيي اللي ليه سلطان على الموت. مش عارف سمعت قبل كده ولا اول مره تسمع المسيح الذي اقام الناس اللي سمعنا عنهم. ايه تعليقك وانت بتسمع الكلام ده؟ ايه تعليقك وانت بتشوف الحلقه بالاسئله اللي اتقالت، بالكلام اللي اتكلم فيه الدكتور حليم؟ انا اثق من شيء واحد، انك لو مخلص هتفكر. ارجوك اعمل حاجه واحده، اقف مع نفسك ولو دقائق بسيطه جدا، انسى الناس كلها، قضيتك بينك وبين الله، وفي يوم من الايام هتقف قدام الله. ولو كنت بتضحك على نفسك انت اول واحد خسران. اقف، انسى الناس كلها واللي بيقولوه الناس واللي متلخبط انت فيه واللي متشكك، وخليك كده في دقائق بسيطه بينك ما بين نفسك وبين الله، وشوف، خد قرار بقى. فكر في الكلام اللي انت سمعته وخد قرار. حاسس ان الكلام مش واصل كويس، اطلب نور اعظم من الرب، وحاول تتابعنا في الحلقات القادمه. اثق ان الرب ما زال يكلمك وسيظل يكلمك، فتابعنا في الحلقات القادمه والرب معك.